حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. يعني الخبر الأول صراحة يعني بدايته يقول لك وجد باحثون. ما ناسبتنا صراحة وجد باحثون. ليه ما ناسبتك؟ لأنه الخبر يقول لك الاستعانة بنظام الجي بي إس قد يعطل أجزاء من المخ. احنا في 2017، أنا كنت أقول الكلام هذا من يوم ما نزل جوجل. أنا كنت أقوله. فخلينا نقول وجد طراد سندي سابقا درس في دراسة تأثير نظام تحديد المواقع على المخ، أنه الأشخاص اللي بيستعينوا بهذا النظام بيعطلوا عمل أجزاء من المخ كان من الممكن أن يستخدموها في التفكير في طرق بديلة وأنها تعزز من مهارات تحديد المسارات. هذا الكلام أنا قلته. وقال أيضا الباحث طراد سندي الباحث، عندما اعتمد متطوعون في الدراسة على أساليب الملاحة اليدوية كان في عندهم زيادة في أنشطة الحصين اللي هي منطقة من المخ المرتبطة بالتعلم والذاكرة، هذه اسمها أنشطة الحصين، والقشرة الأمامية اللي بتغطي الفص الجبهي للمخ. طبعا هذا عشان انهم بس استخدموا الملاحة اليدوية في زي ما احنا شايفين في الصورة، لكن هذا طبعا ما حدث لما شافوا متطوعين ثانيين نظرائهم ارشادات نظام تحديد المواقع اللي بتسهل لهم اياها من غير ما يتذكروا. شافوا الباحثون انه الاستخدام المستمر لهذا النظام اللي هو الجي بي اس بيأثر على المدى البعيد، انه تخلي المستخدمين لهذا النظام اقل قدرة على التعلم وتحديد الاتجاهات دون مساعدة. يعني حقيقة معلش انا حنزل من السماعة بس انه بتشوش علي السالفة هذه. كثير من الناس يعني ما يستوعبوا قد ايش خطيره. ممكن يقول لك عم الجي بي اس امريكا كلها ما يتعاملوا الا بالجي بي اس، لما تسال ممكن يقول لك تقول لي فلان لو سمحت المكان الفلاني، يقول لك والله ما اعرف، ما حقيقي ما يعرف، مو زينا نعرف كل شيء. اوكي امريكا كبيره لكن حقيقي ما يقدر يوصف كل الدول. أيوة كل الدول بتتعامل بالجي بي اس، ما حد بيمشي بدون الجي بي اس حقيقي. اذا رحت اي مكان خلاص ارسلهم لك شير لوكيشن او ارسل لوكيشن وكل شيء بيوصلهم بالجي بي اس. بس انه والله صراحه انه انت نسبت هذه الدراسه لك طراد، نعم. فانا بعد كذا راح اسميها باسمك، وبعد اليوم راح تكون دراسه طراد سندي. طبعا اوكي ولا تزعل الباحث طراد سندي ولا تزعل عليها سنين وما هذا وانا في ما خلاص اوكي نروح مشاهدينا الخبري الثاني. هاشتاج استخدمها صح، ورح تتعرفوا معايا برموز تدوير البلاستيك. كثير مننا يمكن ما يكونوا عارفين ايش الرموز اللي دائما بنلاقيها موجوده في العلب البلاستيك. اطلقت امانه محافظه جده وسما لرفع الوعي وايضا التعريف بعلامات تدوير البلاستيك ودرجات امانه وايضا استخداماته. وطبعا تضمن هاشتاج استخدمها صح شروحات لانواع البلاستيك الذي قسم الى 6 انواع، فمنها ما يستخدم لمره واحده ويحمل الرمز واحد، وهو البلاستيك المستخدم في قوارير المياه والمشروبات والعصائر وبعض أغلفة الأطعمة الشفافة، وأيضا يوجد الرمز 2 في علب الحليب واللبن والمنظفات والشامبو وبعض لعب الأطفال، والرمز 3 يظهر في لعب الأطفال وكذلك في تغطية الأجبان كالبلاستيك الشفاف. أما الرمز 4 فيظهر في بعض أنواع القوارير وأغلفة الطعام وبعض علب المنظفات وأكياس التسوق. ويستخدم النوع الذي يظهر عليه الرمز 5 لحافظات الطعام وأدوات الطعام البلاستيكية وأيضا علب الأدوية والقرطاسية والتجهيزات المخبرية. أما الرمز 6 فيوضع على البلاستيك المستخدم في أكواب الشاي الفلين وعلب الوجبات السريعة وبعض أنواع علب الزبادي وعلب السي دي والدي في دي. ويذكر أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد والبيئة تشير إلى أن 40% من النفايات التي تخلفها المملكة من البلاستيك، وفي دول برا كثير بيستخدموا البلاستيك في أغراض جدا كثيرة للمحافظة على البيئة. فلازم بعد الإحصائيات هذه وبعد الأرقام اللي شفناها اليوم توقع أنه راح نستخدم البلاستيك استخدام صحيح، خصوصا بس قوارير المياه أتوقع لازم نرميها على طول، لأنه تخيل تحمل الرمز واحد يعني تستخدم مرة واحدة فقط ما تتحمل تعبئة أو شيء. على الطاري ساعة الأرض عنود كانت أمس أو أمس
أمس. ايوه امس ساعات الارض برضه من الساعات المهمه في حياتنا، اللي هي بتصير كل سنه بيطفوا كهرباء العالم كله بس عشان توفير الطاقه ولاجيال المستقبليه، وهذا يعني هذه الامور ترى ممكن تكون بسيطه لكن حقيقه تفرق كثير. اقرا عنها بشكل مفصل. حننتقل برضه لخبر تكنولوجي بشكل مختلف، هو تحذير لمستخدمي ابل استبدلوا كلمات المرور فورا. عندك اي كلاود؟ ايوه. تستخدميه؟ لا. اوكي، حتى انا ما حد بيستخدم اي كلاود الا الناس الاولى مره. بس انا اقول لكم حاجه، في سالفه يقول لك في مجموعه قراصنه هددوا بحذف مئات الملايين من الحسابات بحلول السابع من ابريل المقبل اذا شركه ابل ما دفعت لها او ابل ما دفعت لها مبالغ ماديه معينه. الله، فعلا هذا اللي حصل. يقول لك حذر في هذا الخبر خبراء امنيون مستخدمي هواتف ايفون واجهزه ابل، ركزوا معانا، إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بحسابات الآي كلاود فورا، وذلك بعد تعرض أجهزة السيرفس الخاصة بشركة أبل للاختراق. هذا هو اللي حصل طبعا، رغم أنه شركة أبل الأمريكية نفت تماما تعرض أجهزة السيرفر لها للاختراق، وأنه القراصنة هذول حصلوا على حسابات مئات الملايين من المستخدمين. لكن الأخبار في المقابل، هذه أخبار جديدة بيقول لك بتشير إلى أنه هذا النفي اللي نفته أبل قد يكون بهدف عدم الاعتراف بما حصلوا، بيطمنوا الناس عشان يقول يعني يقولوا لهم أنه ترى إحنا أمورنا طيبة وما في أي اختراق ولا في أي حاجة. فاللي عنده إن كيس غيروا كلمات المرور، يعني عشان ما أعرف حتى حتفيد ولا لا. ما حتفيد يعني في النهاية، مخترقين يعني. ممكن يكونوا أكيد مخترقين، وكمان أتوقع أنه في كثير من الحسابات تخترق بسهولة جدا، زي مثلا إذا جاء يعني كثير نسمع عن اختراق الحسابات الفترة الأخيرة، يعني ما بيخترقوا بس حسابات في الأبل، بيخترقوا حسابات بنكية كبيرة. ففي النهاية نعيش ونشوف والله، وأنت على نفسكم. بس كل اخبارنا بيتمسكوا بيرجعوا في السجن ويرجعوا فلوسهم. صحيح، اغلب الناس اكيد. اما مشاهدينا خلونا نروح لخبري الاخير، ومعاي اليوم اغرب الاخبار اللي راح تسمعوها معاي، وبما انه اليابان ما شاء الله متصدره في كل شيء، راح نشوف هذه المره اليابان ايش سووا في مقهى ياباني يخصص للزبائن النوم. يعني اتوقع الناس يروحوا المقاهي عشان يسترخوا، ينبسطوا مع اصحابهم، يروحوا يغيروا جو، بس ما يروحوا كافيه عشان يناموا. يقول لك ادخل مقهى ياباني تم افتتاحه باحد احياء طوكيو قوانين جديده تميزه عن باقي اكيد المقاهي بطوكيو، حيث وفر المقهى اقسام مخصصه للنوم للزبائن، حتى يحتوي على 10 اسره سعر كل منها حوالي 9000 دولار للواحد، اوكي، السرير الواحد. طيب، وكما تم ايضا تجهيز هذه الاسره باضاءات وسماعات للراس وتساعد الزوار على النوم بسرعه وفقا للقوانين المقهى، وايضا يمكن للزوار اخذ قسط من الراحه يصل الى ساعتين على ان يطلبوا وجبه واحده مقابل ذلك. يعني انت تروح تنام وتاكل. وقالوا ايش كمان؟ حيتم تقديم فنجان قهوة بدون كافيين قبل النوم لكل زائر، وبعد ما تصحى من النوم حيعطوك قهوة ثانية بكافيين أكيد، عشان يعني تصحصح من النوم عشان وتروح بيتك. أيوه، عشان في زباين ثانية. شلون يعني؟ ايش تفكرون فيه؟ ايش تحسون فيه؟ لا لا والله، لا لا والله كذا كثير. اسمع والله، هذه يسموها احنا بالعام نقول لها خلع، يعني حاجات كذا خارجة عن الواقع، وطفشانين يلا نسوي مشروع غريب عشان الناس تحكي عنه. صحيح، والله ما ادري اليوم تسلكيني مرة كثير. صحيح كثير قلتي لي. لا والله صحيح، يعني كلامك صح. ما ابغى اناقشك مرة ثانية. انا ما ابغى اناقشك اليوم. ليش؟ حفتقدك، انت صاحب دراسات وابحاث. طبعا انا يعني والله ترى من جد ما امزح، انا مقهور انه ممكن ما كان في الان احنا في منصة ممكن ناخذ اقاويل اي احد، على فكرة ممكن تاخذ اي خبر تويتر. لا، جميع عندنا جميع الحقوق محفوظة. ايوه طبعا باذن الله. احنا حنكمل ان شاء الله يعني سرقة باقي الاخبار وباقي المواضيع والمعلومات اللي نحتاج ننسبها لنا بعد الفاصل. حنعرف ايضا نتعرف على احد ضيوفنا اللي حيمتعونا في الحلقه. في حاجه بتقوليها؟ لا، كانك اشرتي لي. اوكي، بعد الفاصل بساعة شباب راجعين.